أتصور أنه أكثر المجاميع اللي تتأثر بشكل مباشر هي النساء والأطفال بسبب التطهير العرقي الذي موجود في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وإذا ما تحدثنا عن العراق وسوريا بشكل خاص، النساء لأن تحصل انتهاكات ضد النساء من اغتصاب من خطف، وللأطفال أيضا هناك مشكلة كبيرة عندما يأخذونهم عنوة من أهلهم، هذا تسبب مشاكل نفسية للطفل لأنه يتربى خارج عائلته، وعندما يرى بأم عينه كيف والديه يذبحون ربما أو يقتلون أو تغتصب أمه أو أخته أمام أنظاره، فبالتأكيد هذا له تأثير نفسي سلبي جدا على هذا المكون. في مؤتمر باريس كان هناك ثلاثة محاور رئيسية، اللي هي السياسي والإنساني والقضائي. طبعا هي ثلاثتها كانت محاور مهمة. من الناحية الإنسانية إذا ما تكلمنا، هذا المحور كان له تأثير قوي، وخاصة أنه حصل مفهوم أو كلام حول كيف ممكن مساعدة هذه المنطقة من قبل الدول الاتحاد الأوروبي، وكيف الاستمرار بمساعدة هذه المناطق. من الناحية السياسية أيضا كان مهم أن هناك تقرير مهم حول ما ستؤول إليه هذه المنطقة، وكيف ممكن التعامل بالحل السياسي بين أطراف النزاع. أما بالنسبة لي شخصيا، كان الشيء الأهم في هذا المؤتمر هو الموضوع القضائي، الجانب القضائي، وكيف يمكن أن نقوم بتحويل ما حصل لليزيدية إلى جينوسايد، أو قضية جينوسايد، والاعتراف بها بشكل اعترافا دوليا أنه كان هناك إبادة جماعية، وتحويلها إلى محكمة الجنايات العليا للبت فيها أنه فعلا ما حصل ضد المكون اليزيدي من قبل تنظيم داعش هو إبادة جماعية وجينوسايد، ويجب أن يكون هناك طرف آخر يكون يمثل قانونيا أو ممكن محاكمته قانونيا على الجرائم التي حصلت في حق اليزيديين.